السلام خوتي خويا زيدي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم هو على التعسال ديال السفرجل بالطريقه ديالي. كل واحد وعنده طريقته، كاين اللي كيخليه بالجلده ديالو، كاين اللي كيحيدو. انا بعدا شخصيا كنحيد الجلده وعزز عليا النسمو بشويه ديال العطريه، قبيه غير قريصه ماشي بزاف، شويه، ولكن القرفه كتكون زايده كثيره. كنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي وتردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم. المهم نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو السفرجل. السفرجل حتى هو راه فيه أنواع، كاين هداك ديال السبانيا اللي كيكون كبير بيض، كاين اللي كيكون متوسط حتى هو ونفس اللون كيكون بيض ولا صفر، وكاين اللي كيكون متوسط اللون ديالو خضر، وكاين اللي كيكون صغيور حتى هو وكيكون اللون ديالو خضر. من الأحسن خدو هداك المويان واللون ديالو بيض بهذا الشكل هذا. اما داك اللي كيكون كبير واللون ديالو ابيض، كيكون ملي كتسلقوا ولا كتبخروا كيولي بحال الكرتون. هنايا بالنسبه للتنسيم ديال السيرو اللي غندير، كنحتاج شويه البزار، شويه السكنجبير، الخرقوم، ليطوال دانيس، هذيك ما عرفتش شنو السميه ديالها، هذيك النجمه، حبه ديال القرنفل، والقرفره كتكون بالزيت، وهنا السكر. يمكن لكم ديروا السكر ديال القالب حتى هو، والماء. هنا هاد العمليه هذه كتبقى اختياريه، غير باش ما يكحلش لكم ما السفرجل وصافي. الا كنتو غتعسلوا ديك الساعه ما كيلاش. هنا كنقسم السفرجل على جوج، ما حاولوا ما تقطعوش بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل هذا، قلبوها لي يزلق لكم الموس ويولي داركم لا شي حاجه. السفرجله الا كانت كبيره قسموها على ثلاثة، الا كانت صغيره قسموها على جوج. انا هنا قسمتها على جوج، كاين شي وحدينات عندي كبار قسمتهم تما على ثلاثة. بالنسبه للتعسال ديال السفرجل، انا كنصايب السيرو هو الاول، ها هو كيف كتشوفوا. كناخذ الماء كندير فيه السكر، من بعد التوابل، وكنخليه كيغلي واحد 10 دقائق. من بعد كنكبو على السفرجل. السفرجل راه حطيته يتبخر، انا مره كنبخره مره كنسلقو. ملي طلع ليا السيرو بهذا الشكل صافي، غنخوي على السفرجل. هنا السفرجل راه مبخر راه طاب، انا خويت عليه دابا السيرو، غنخليه واحد 10 دقائق يتعسل صافي ونحيدو. هنا دغيا كيوجد لحقاش، وتا السيرو دغيا كيختار لحقاش. السفرجل فيها واحد الماده بحال الجيلاتين، ها هو انا وجد. انا ولفت نحيد ليه الجلده لحقاش الوالده حتى هي كتحيد ليه الجلده، وكنقدموا بهذا الشكل هذا. تقدموا مع اي طاجين، تقدروا تخدموا به فليطارت. ليطارت راه كيجيو خطيرين خطيرين، ليطارت ديال السفرجل كيجيو زوينين. انا الطبق ديالي المفضل ديال الوالده كنقول لها ديما دير لينا هاد المريقه هذه، كتكون مرقه باللحم وبطاطا حلوه والقصبيه ومعها السفرجل، كتجي يا سلام. وكنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم، خليتكم هاد الساعه الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش في التعاليق قولوا لي الطريقه اللي كتعسلوا بها السفرجل حتى نتوما. السلام عليكم.